اه والله يا بنتي، رجعت 7 الصبح اتقلبت، ما صحيتش الا على رنتك. كانت ليله ما يعلم بيها الا ربنا. ما انت عارفه بقى الخميس ما بيبقاش فيه دكاتره في المستشفى كلها غيرنا. اه يا بنتي والله. طب بقول لك ايه، اقفلي انت دلوقتي، انا هرجع اكلمك تاني. اه يا حبيبتي، يلا باي باي. في ايه؟ مالك؟ ابن الكلب بيقول انه نازل الفيديو عليك. يا نهار اسود، مش عارفه افتح اللينك. طب استني، انت تعالي، بعتولك في رساله هنا. ابن الكلب وشك مش باين. والله ما باين، ما تخافي يا سر. والله وشك ما باين، صدقيني. مفيش، والله ما باين، ما تخافيش. صدقتني بقى لما قلت لك ان البت دي متداس عليها؟ وعهد الله يا سمير، انا ما كنت بلع البت دي، وطول الوقت بقول ان في وراها حوار. مالك في ايه؟ انت مش عارف عن المصحف؟ بتنخور ورا الناس ليه؟ ما هو ده اللي انا كنت عامل حسابه. شوف انا بحكي معاك في ايه يا سمير وانت بتحكي في ايه؟ سوني ما تحورش عليا. ما هو اللي في دماغك ده، اللي في دماغك ده هو ده اللي تعبك ومشيلك الهم. يا ابني صدقني بقى، الحوار مش كده والله. المره الكام دي اللي بحلفك فيها على المصحف وبرضه بترجع؟ انا بصراحه ما بقتش عارف اعمل معاك ايه. في ايه؟ في ايه يا سمير؟ ايه اللي بيحصل لكل ده؟ الله، ليه كده؟ انا شايفك شاري البت والبت تهمك، قلت عايز اطمن عليك. ايوه تعمل كده من غير ما تعك نفسك وتعكني معاك يا سوني. على فكره بقى يا سمير، انا من يوم ما حلفت لك وانا في السليم نضيف، ما عملتش اي حاجه. صدقني بقى يا اخي، انا كل اللي عملته ان انا خدت باك اب من العده بتاعت البت عشان بس المصلحه مش اكتر. طب بص بقى يا عم سوني، النهارده انا وانت لا شفنا البت دي ولا عرفنا عنها حاجه من اصله. الحوار ده مات لحد كده. تمام 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 يا سمير، تمام. طب ما تنزل تقعد معايا على القهوه شويه. لا سيبني لوحدي تماما، سيبني لوحدي سوني.
لقائنا الجاي هيكون مع الداعيه الشاب اللي انا بحبه وبحب اراءه جدا علاء مصطفى في فقره الدين والمجتمع. استاذ حازم احنا فاصل بعد 5 ثواني، ستاند باي كرين، انزل بالكيو. وطبعا هنستنى كل مكالماتكم واسئلتكم عشان يجاوب عليها ضيفنا، بس بعد الفصل. اشوفكم بعد شويه. خش ظبطي الميك اب. أكل الأستاذ؟ أوه شكرا. طب هات أنا اللي حوقتي. ألف ألف هنا وشيف، ألف هنا وشيف، نورتين. تسلم إيديك يا ست عبلة. قال له هو سمير ما جاش معاك ليه؟ ما أنا مش هأكله على مزاجي كل مرة. بعدين أنا كنت قريب قلت عندي دي كده أكلين عجبك؟ سبحان الله، اللي يشوفك دلوقتي ما يشوفكش أول نوبة وانت خايف تدوق. واحد ما يعرفش هو بيحب إيه إلا بعد ما يجرب. عايز حاجة اجيب لك حاجة من جوه؟ لا بس ما يصحش افضل قاعد وحضرتك واقفة. كلك ذوق. احنا يعني عندنا الزبون هو اللي بيقعد واحنا نقف على طراطيف صوابعنا نخدمه. خلاص يبقى اكل وانا واقف. لا ما يصح. يبقى اتفضلي اقعدي عشان اعرف اكل. حاضر. بالاذن. اتفضل. اتفضلي. بسم الله. كمان بسم الله. احترام المرأة هو احترام للأم، الزوجة، الابنة، هو حكم مسبق على شرفك وعلى كرامتك، ولا يمكن أن تحدث نهضة أو أي تقدم دون احترام للمرأة. على فكرة أنا فعلا مش ببالغ. شيخ علاء بعد إذن حضرتك، أنا كنت عايز أجي أحضر درس معاك. أقدر أحضر إمتى وفين؟ أكيد طبعا طبعا تشرفين. بصي في درس في مسجد الحصري، وفي ندوات اسبوعيه في نادي الرحاب، وفي كمان في نادي الزهور. أوكي. اختاري بقى الاقرب لك. بالنسبه للمواعيد بقى هتلاقيها على صفحتي الرسميه على الفيسبوك. تمام تمام، انا هرتب وابلغ حضرتك ان شاء الله. شكرا. شكرا. تشكر يا سيد. تمر يا ست عبد. لما كان بيضربني كنت ببقى عذراء. انا برضك حرمته من انه يبقى عنده عيل من صلبه، وده راجل صعيدي، والواد عند الصعايده حاجه كبيره قوي، ولما اهله كانوا بيقولوا له يتجوز عليا ما كانش بيرضى. كنت بتحبيه؟ هو كان بيحبني. اي راجل مكانه كان هيجيبلي دور، انما هو لا، اسره. مره اتعصب ومد ايده عليا زي عادته، وانا سكت ما فتحتش بقي، ما قلتش ولا كلمه. كم معلقه سكر؟ واحده بليز. اتعصب زياده، اداني حته قلم، تهت، ما حسيتش بنفسي الا وانا في المستشفى. ولما فقت دكاترة قالوا لي لا مؤاخذة يعني اني مش هسمع بودني الشمال زي الاول. ساعتها حلفت لو بموتي ما نشرك عليه تاني. وطلقته. مرضيش. خلعته. بس القاضي كان ابن حلال، حكمني من الجلسة التانية بعد ما سمع شهادة اهل الحتة كله. الحمد لله انك خلصتي. بس اللي يعمل كده مع ست ما يبقاش راجل. ضحي طيب وابن حلال. انا عذراء. والله انت اللي طيبه يا ست عبله. دايما بدعي له ربنا يسعده ويرزقه بالزوجه الصالحه والعيل. كل ما بزور. تزوري مين؟ آل البيت رضي الله عنهم وارضاهم.
لو انت ما بتزورش. للاسف لا. دول هم الحمل اللي محوطين. انا بروح السيده نفيسه كل يوم جمعه. بيني وبينك كلام في القلب شايله لك يا ماندو. فلا سونيا، انت بتعمل ايه يوم الجمعه؟ ما فيش يوم الجمعه لبنتي. اسمها ايه؟ تالا. عندها كم سنه؟ 9 سنين. إيه عندك صوره ليها؟ اه وريني. ما شاء الله شبهك جد. اه الضحك فيها مين؟ بس انا شبهك اكتر. ربنا يخليها لك يا رب. الشاي يا سمرة. سلم ايديك يا عم يونس. يسلم قلبك. يلا سمعنا على زوجك انت. عاد لا لا، سمعنا انت اي حاجه على كيفك. هزنقك نواحينا ومش راح توعى لغوة المديح. هو انا واعي لغوتك انت اساسا يا عم يونس؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. وقفت حالك انا؟ لا ده رزق عبد السلام. اما يا جزبنا نطلع. روق روق. ما رايكش انت يا سمرة؟ يعني شوية. لو كنت بتجوز كنت قلت الجماعة هم اللي معكمين عليك، لكن انت مش متجوز. ويعني يا عم يونس لازم الموضوع يبقى وراه واحدة ست. التعكيرة دي أني خبرها زين. حتما وراها مرة. هو انت متجوز عم يونس؟ الله يرحمها ماتت. كانت عندي زينة الحرير، لكن من يوم ما ماتت ما عادش على البر حاجة الواحد ينزل لها. طيب ما هو امال مالك بقى جاي على كل الستات ليه؟ وانا اقدر. قول لي انت ايه اللي معكرك؟ والله ما عارف يا عم يونس. خبر كان فيه راجل حبيبي زيك كده من نواحينا، كل هتارة يجي مزاجه متعكر. اقول له مالك؟ يقول مفيش. يا ابوي مالك؟ يقول مفيش. وفي الاخر طلع ماله متجوز مره في السر وغرقان في عشقه، لكن هي كانت معكنن عليه لحد ما في يوم قالي مبسوط وعلى العال. قلت له رديت عنك اياك؟ قال لي لا طلقتها. روق يا ولد روق. بس انا هطلقها ازاي؟ ده انا يا دوب لسه عارفها. واعر انت يا سمرة، الكلمة ما تطلعش منيك بالساهل. اتاريك طلعت قبلت واحدة ومعكرة مزاجك كمان. والله يا عم يونس انا ما عارف ايه اللي معكر مزاجي. مش عارف علشان قابلتها ولا علشان عمري ما هعرف اقابلها تاني. ظلم النفس وعرسه. شايك برد، عامل لك شاي كمان. لا 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 شكرا، انا لازم امشي. معلش تعبتك يا عم يونس.
تعال تعال. ايه اللي مسهركوا كده؟ سوني قال نقعد شويه. ايه يا ابني ده؟ انت لحقت توصله وترجع ولا ايه؟ اوصل مين؟ المستر. اوصله فين؟ مش عرفني يا اخويا توصله فين؟ هو مش كان معاك عند عبله؟ هو المستر كان هنا؟ ايوه يا ابني كان هنا، انا مفكرك معاه. لا انا ما شفتوش من ساعه ما سبته في الشغل. امال كنت فين؟ كنت في مشوار كده. طيب احكوا انتوا بقى، مش عايزين حاجه؟ لا شكرا. السلام عليكم. كله من ماشي غريبه يعني، ما قالش انه جاي. سالته نفس السؤال، قلت له ما جبتش سمير معاك ليه؟ قال لي ان هو بالصدفه كان معدي جنب المحل فدخل طوال. طيب تمام. لا ما تشيلش هم يا ابو سمر، احنا رفعنا راسك اكنك موجود وزياد. تسلمي لي يا بلبل. طب انت مش عايزه حاجه؟ لا تسلم وتعيش. السلام عليكم. يلا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلام يا دودو. Everybody says love makes the world go round. بقول لك ايه؟ شفت الصور الجديده دي اللي نزلتها النهارده على الاكونت بتاع السنتر؟ حلوه عجبتني. نزل لي صوره انت مع العملاء بتوعك، ها؟ بتاكل بيها عيش انت. طب اعمل ايه طيب؟ مش لازم انزل صور كده تفتح النفس. انت مش كنت تاخد رايي الاول؟ اخد رايك في ايه؟ ما الصوره حلوه. ايه مش عاجباني؟ انت طالع زي القمر. يوه. طب انسي الصوره، الفيديو بقى اللي انت صورتيه عمل باز مش طبيعي، وكل الانفلونسرز عملوا ريبوست، والفيوز بقت في السما وصيطنا خلاص. طب افتكرنا بقى لما تعدي. طبقك يا افتكرك يا عزل. طبقك يلا طبقك يلا. ايه وياك انت؟ ايه اللي جرالك؟ طبقك يلا. مش كده، بصي كده كل بكلك كل اللذاذة. وحشتيني والله. وانت كمان وحشتني. تعبانة قوي قوي. خد كمل انت بقى، انا هدخل انام. تخش تنامي دلوقتي؟ تعبانة. انت عايز حاجة؟ لا ابدا براحتك. دينا انا هنزل مصر بكره. اوكي براحتك. يلا هات الباقي يا اسطى عليكم يا حاج. سلام عليكم. ألف هنا وشفا. ألف هنا حبيبتي، ويرضيك ويسترك ويرزقك يا حبيبتي. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. خدي يا أم مصطفى، ده أنت غالية. ادعي لنا يا أختي. سلام عليكم. سيدنا النبي، سيدنا النبي جميل وعظيم. سيدنا النبي، سيدنا النبي نور على نور. سيدنا النبي جميلة صلاة النبي. ازيك يا ست عبلة؟ ايه اللي جاب حضرتك هنا؟ ايه انا ماليش نفس ادعي انا كمان ولا ايه؟ لا حاشا لله، احنا كلنا عايشين بستره. كنت بتقولي لها ايه؟ لا ده بقى سر ما بيني وما بينها. كنت فاكر يا ست عبلة ان مفيش عندك اسرار. الشوق للعاتف في حد ذاته سر الاسرار، حاجه كده ما تتوصفش. هتعرفها لما تداوم على الزياره بنفسك. صلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. طب انا هستناك بره.
طيب هرجع لك. السلام عليكم يا أم مصطفى. ازيك يا حبيبي؟ معلش أنا آسف بس العربية كده. لا متشكر. على إيه؟ إن شاء الله تسلم. ايدك وخدها ايدك وخدها انا محمد الست. ايدك وخدها ايدك وخدها انا محمد الست. ما تخافش منه ما تخافش منه ده من نفحات الست. بركاتك يا ستين. كمان تسلم وتعيش. تسلم وتعيش. الله. السلام عليكم. ازاي؟ تمام. تسلم ايدك ان شاء الله. تسلم وتعيش. ربنا يحفظك يا رب. انت مروحه؟ لا انا هقرا الفاتحه لابويا وامي هنا. طب ينفع اجي معاك؟ ينفع؟ لا ينفع؟ اه اتفضل. مش هتقولي لي طلبت ايه من السيده نفيسه؟ اللي يزور العتب لازم يصون سره. اه انت خايفه تقولي لي فما تمليش مرادك. لا مش القصد. محدش فينا له في نفسه حاجه يا استاذ اكرم. بس العباره ان اللي بيني وبين الست لازم يبقى سر ما بيني وما بينها. ولا انت عايزها تاخد على خاطرها مني؟ اه انت كده بتقفليها في وشي. اللي تقوله لسيدك ما ينحكيش لحد ابدا. كده؟ وانا كنت بفكر اقول لك انا قلت لها ايه. لا لا خلاص خلاص ما ينفعش. خصيمك النبي اوعى تقول ده. اللي بيننا وبينهم فرق كبير ورجف اللي جاي ما تجهرش بيه للخلق. حاضر حاضر. الحمد لله على السلامه يا ست عبد. عوقتي علينا النهارده. قلت بقى ما انتش جايه. ده كلام يا عم خليل. هو انا ليا غيرهم؟ الحمد لله على السلامه يا باشا. الله يسلمك. ده الاستاذ اكرم كان جاي يزور السيدة وبالمرة يعني يقرأ الفاتحة لأموات المسلمين. ربنا يرحمهم برحمته ودخلهم في ساحة جناته ويجمعنا بيهم على خير إن شاء الله. تفضل تعال تعال. اللهم أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا يا رب. السلام عليكم أيها الأموات. أنتم السابقون ونحن من لاحقون. فض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. الله يرحمك يا أمي. كانت ست بيت نمرة واحد. نفسها في الأكل كان لا يعلى عليه. أحلى من نفسك؟ يوه بكتير. ده أبويا الله يرحمه ما كانش يأكل الأكل إلا من إيدها. بالك؟ مش هو صاحب مصمت قد الدنيا وله شنة ورنة في الحتة. إنما الأكل من إيد الست بتاعته حاجة تانية. بعد ما ماتت نفسه تسدد ما بقاش يحب يأكل من أصله. كان يسمع حسها وهو نايم. يصحى من النوم يدور عليها ما يلقاهاش. ما عدتش سنة غير وهو مفارق هو كمان. الله يرحمه. الله يرحمه. أنا أبويا توفى تقريباً من 5 سنين. ما تعبش. جات له سكتة قلبية وفجأة مات وهو في الطريق للمستشفى. الله يرحمه ويحسن إليه. موت الفجأة رحمة للي فارق. قاسي على أحباب. حسب الحجارة دي. طيب طيب حسب ايدك. طيب خلاص عدينا. والدك كان بيحبها قوي؟ هي مين؟ أمي؟ أكيد. لا مش عارف. هي دايما كانت تقول إن قلوب الرجالة عاملة زي الصناديق المقفولة. ما كانتش تعلم إنه ملوش عيش من غيرها. ما حسيتش بده وهي عايشة؟ يمكن حست بقى معرفش. أنا فاكرة جواب لقيته كده عند أبويا كان كاتبه لأمي وهم صغيرين. أصلهم كانوا جيران. مش فاكرة بقى كان كاتب فيه إيه. بس أنا فاكرة إن هي كانت كل ما تزعل منه كانت تدخل أوضتها وتقرأ الجواب
وبعد شوية تخرج من الأوضة وشها يا حبيبتي منور بضحكتها. كانت تترعب منه بس كان تكفق راسها، أصل إحنا عندنا ربنا فوق ورجالتنا تحت. بس هو عمره ما مد إيده عليها ولا مد إيده عليا. تعرف أنا كنت البنت الوحيدة في الحارة اللي أبوها ما ضربهاش. إزاي أنا بقيت البنات كانوا يضربوا؟ أمال أنت مفكر إيه؟ بقولك أنا كنت البنت الوحيدة اللي ما ضربتش. صدق أنا عمري ما استوعبت فكرة الراجل اللي بيضرب ست دي، ما أقدرش أستوعبها. أنا مش فاهم أهلك جوزوكي ضحي ده إزاي؟ لا ضحي ده كانت كل البنات بتحسدني عليه، طول بعرض ورجولة مش على حد، هو بس اللي حاله اتبدل في الفترة الأخيرة، يمكن لما عرف إن أنا ما بخلفش. هي دي حاجة بإيدك؟ لا بس هو كان نفسه في عيل من صلب. الهدية دي علشانك. هدية؟ افتحيها. هاتي هاتي ايدك جربيها. ايه يعني ايه ده؟ دي هدية، النبي قبل الهدية. ليه؟ عشانك. ده ذهب ابيض؟ ده الماس. يا أستاذ أكرم. في إيه يا ست عبلة؟ هو أنا زعلتك في حاجة؟ لو أنت مفكرني إيه؟ هو محدش يهدي حد هدية بالشكل ده غير لازما ولابد يكون عايز منه حاجة، وأنا ما عنديش حاجة أديها لك بالتمن ده. معقولة يا ست عبلة؟ معقولة أنا أديك هدية وأنا مستني حاجة في المقابل؟ ده أنتوا أكرمتوني فتحتولي بيتكم ولا استنيتوا مني أي حاجة، ولا انت شايفاني مش ابن اصول لدرجات؟ انا ما قلتش كده، بس شرط الاخذ العطا والهديه اللي انا ما اقدرش على تمنها ما اخدهاش. بس انا ما طلبتش منك ترديها. الاصول كده ماشي، ما انا قابلت عزومتك على مصمة وما فكرتش اردها لك ازاي. حلو، عزمتك على اكله تعزمني على اكله زيها وكده نبقى خالصين، مش على ختم الماس. الدرجة دي مستعجلة نبقى خالصين؟ اسمع يا أستاذ أكرم، خاتم بالشكل ده ملوش غير معنى واحد عندنا، معنى يزعل، ويصحش إنه يجي على بالي. لا مش صحيح، ساعات لي معاني تانية كتير، زي حد بيقدر واحدة وعايز يوريها هو بيقدرها قد إيه، أو حد عايز يتجوز واحدة فبيتقدم لها. ما بتشوفيش الأفلام؟ وليها معاني تانية، معاني كويسة يعني كتير. هتشوفك تاني؟ ممكن اجي اتعشى النهارده في المصمت يعني لو مش اجازه. لا احنا اجازتنا لحد، بس يعني حتى لو مأجزين ما انت عارف بقى. عارف. انت هتروحي ازاي؟ بالتاكس، التاكس ده معايا. لا مؤاخذة لا مؤاخذة. السلام عليكم. مع السلامة. Calling Nayla. لا لا.
كول تالا. حبيبتي ازيك يا حبيبتي؟ هاي يا روحي، عاملة ايه؟ ودي ومامي عاملين ايه؟ اه والله سلميلي عليها، انت مبسوطة؟ طيب حبيبتي مامي ما قالتلكيش هما راجعين امتى؟ اه خسارة مش هلحق. كنت بفكر والله يا حبيبتي، بس خلاص مش مشكلة اشوفك لما ترجعي. اوكي حبيبتي يلا باي، روحي باي، لاف يو باي.